بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. في إطار الجهود المبذولة لتوحيد العمل وتنظيم الصفوف لألوية وكتائب الجيش السوري الحر، نعلن عن تشكيل كتيبة أبابيل القلمون التابعة للواء زيد بن ثابت الأنصاري، الفرقة الثانية قوات خاصة العاملة في جبال القلمون، ونؤكد على العمل الموحد المشترك لتحقيق أهداف ثورتنا المباركة المتمثلة في إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودفاع عن شعبنا الذي خرج مطالبا بالحرية والكرامة لإسقاط نظام الأسد. تكبير! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر!